بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد لا فيزيك ستاتيستيك، ولا ايضا كنسميه لا ثيرموديناميك ستاتيستيك. اذا كنتي مازال ما تابونيتيش في لاشين فابونا باش يوصلوك الفيديوهات القادمه ان شاء الله، وما تنساش ايضا دير لايك لاباج. اول حاجه غادي نبداو بها في هذا لا فيزيك ستاتيستيك هي واحد الحاجه غادي يكون مبني عليها هذا الكور، هي لا نوسيون ديال بارتيكيل ايدونتيك. وايضا غادي نتعرفوا على اشنو كنعني بوزون واشنو كنعني الفيرميون. امتى كنقول على دو بارتيكيل راهم ايدونتيك؟ كنقول على دو بارتيكيل راهم ايدونتيك الا كانت عندهم لي ميم بروبريتي فيزيك بحال لا ماس لا شارج اكسيتيرا. مثال دو زيليكترون، دو زيليكترون عندهم لي ميم بروبريتي، اذا كنقول عليهم بانهم راهم ايدونتيك. كذلك بالنسبه لي بروتون، الا جينا تعاملنا مع لي بارتيكيل، الا جينا تعاملنا مع لي بارتيكيل في لا فيزيك كلاسيك، لا فيزيك كلاسيك كتقول لك اون بو سويفر لا تراجيكتوار دو دو بارتيكيل ايدونتيك. الا خدينا واحد ليكزامبل ديال كويزيون ديال جوج ديال لي بارتيكيل، بارتيكيل 1 والبارتيكيل 2، الفيزيك كلاسيك كتقول لك يمكن لينا نتبعوا لا تراجيكتوار ديال كل بارتيكيل. اذا في هذه الحاله كنقولوا بان هاد لي دو بارتيكيل راهم ديسيرنابل. ولا بغينا نغوبريزونتي كل بارتيكيل يمكن لينا يعني الا بغينا نغوبريزونتي الموضع ديالها، مثلا غادي نستعملوا الفيكتور بوزيسيون او ام، ولا بغينا ايضا نعبر على الفيتيس ديالها غادي نستعملوا الفيكتور فيتيس. هادشي في لا فيزيك كلاسيك. لا فيزيك كونتيك كتقول لك بانه ما يمكنش لينا نتبعوا لا تراجيكتوار ديال لا بارتيكيل. اذا لا نوسيون ديال تراجيكتوار ما كتبقاش عندها معنى في لا فيزيك كونتيك، وبالتالي كنقولوا بان هاد لي دو بارتيكيل راهم انديسيرنابل. الا كانوا هاد لي بارتيكيل ما يمكنش نتبعوا لا تراجيكتوار ديال ديالهم، اذا كيفاش غادي نعبروا على هاد على كل بارتيكيل؟ في لا فيزيك كونتيك كما شفنا في الميكانيك كونتيك، كل بارتيكيل كنعبر عليها بواحد لا فونكسيون دون. في هذه الحاله البارتيكيل الاولى فونكسيون دون سي 1، الحاله الثالثه البارتيكيل الثانيه واحد لا فونكسيون دون سي 2. غير هي ملي كيكون عندنا ان سيستيم خاصنا داك لو سيستيم كامل نعبر عليه بواحد لا فونكسيون دون وحده، وبما ان هادو دي زوند سي 1 و سي 2 دي زوند، اذا واش كنعرفوا حنا بلي زوند كطرا واحد يعني كتحدث واحد الظاهره كتسمى الانترفيرونس، اللي غادي تكونوا ديجا شفتوها في لابتيك فيزيك. اي كاينه في لابتيك فيزيك، كندوي عليها ايضا في الميكانيك كونتيك، والكور ديال لابتيك فيزيك اللي بغاه راه غادي يلقاه ايضا في لاشين في البلاي ليست. اذا دابا السؤال، كيفاش غادي تكون هاد لا فونكسيون دون اللي كتعبر ليا على لو سيستيم كامل؟ الا جينا قلنا بان هاد لا فونكسيون دون غتكتب على هاد الشكل، بحيث البارتيكيل الاولى كاينه في ليطا ا يعني في ليطا كونتيك ا، والبارتيكيل 2 كاينه في ليطا بي. الا جيت ايضا يمكن لي ايضا نقول البارتيكيل 2 كاينه في ليطا ا والبارتيكيل 1 كاينه في ليطا بي، يعني قلبت هاد لا ريبريزونطاسيون الاولى والثانيه. كتلاحظوا بانني فرضت على السيستم شي حاجه، ولا يمكن لينا نقول افترضت واحد الحاجه اللي ما يمكنش ليا نتحقق منها، حيت حنا ما عارفينش اصلا كل بارتيكيل فاش منيطة. هادشي علاش كنجيو كنوضعوا واحد لا فونكسيون دون اللي كتجمع ليا جميع هاد الاحتمالات، هي هذه هي، يعني كندير سوبر بوزيسيون بين هاد لا فونكسيون دون وبين هاد لا فونكسيون دون الاخرى، سواء كنجمعهم سواء كنقص وحده من الاخرى، يعني كندير سوبر بوزيسيون. الا جمعتهم، الا جمعت هاد جوج ديال لي فونكسيون دوند غادي تعطيني هاد لا فونكسيون دوند التوتال اللي هي هادي هي، بحيث هاد واحده اللي جيت بجوج فقط هو واحد الكويفيسيون دو نورماليزاسيون ديال هاد لا فونكسيون كامله. بما ان هاد لا فونكسيون دوند الاولى لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديال شرودينغر، وهادي ايضا سوليسيون ديال ليكواسيون شرودينغر، فايضا سوبر بوزيسيون بين جوج ديال لي زوند ايضا
سوليسيون ديال ليكواسيون دو شرودينغر، بحيث لاميلتونيان كيتكتب على هذا الشكل. يلا قلنا كاينين جوج طرق باش نجمع هاد جوج ديال لي فونكسيون دون. الطريقه الاولى هي هذه والطريقه الثانيه هي هذه. غادي نجي ندخل واحد لوبيراتور، واحد لوبيراتور كيتسمى اوبيراتور دو بيرميتاسيون. الا دخلته على هاد الفونكسيون الاولى، اشنو كيدير بعد هاد لوبيراتور؟ بعدا كيقلب ليا البارتيكيل الاولى كيردها هي الثانيه، والبارتيكيل الثانيه كيردها هي الاولى، يعني كي ايشانجيهم. يعني في ما لقيت واحد هنا غنضو جوج، في ما لقيت جوج غنضو واحد، واحد جوج، جوج واحد. في هذه الحاله اش غندير؟ هذا الشيء غادي نلقى بانني غنطيح في نفس الفونكسيون دون. اذا كنقول بان هاد لا فونكسيون دون راه سيمتريك بار بيرميتاسيون دي دو بارتيكيل. الى جيت الحاله الثانيه دخلت لوبيراتور على هاد لا فونكسيون دون، غادي نلقى يعني غادي نقلب الواحد جوج، جوج واحد، واحد جوج، جوج واحد، غادي نلقى بان هاد لا فونكسيون دون غادي نلقى فاش غادي ندخل هاد لوبيراتور غنلقاها كتساوي موان ديال هاد لا فونكسيون دون الاولى. اذا كنقول بان هاد الفونكسيون دون راها اونتي سيميتريك بار بيرميتاسيون دي دو بارتيكيل. هادشي تيخلينا نستنتجو واحد الحاجه، هو ان لي بارتيكيل ديال لا ناتور اللي كاينين في الطبيعه كاين تمويليه سوا المجموعه الاولى اللي كنسميوها لي بوزون، سوا المجموعه الثانيه اللي كنسميهم لي فيرميون. شكون هما اللي سميناهم لي بوزون؟ هذوك اللي سميناهم لي بوزون هما اللي كيتجمعوا ليا بالطريقه الاولى، هذه بالطريقه الاولى. وهذوك اللي كنسميهم لي فيرميون هما اللي كتكون عندهم لي فونكسيون دوند كتجمع بهذه الطريقه. اذا من هنا غادي نجيو نستنتجو لو برينسيپ ديكسكليزيون دو بولي. اش كيقول لنا لو برينسيپ ديكسكليزيون دو بولي؟ بالنسبه للالكترون، الالكترون كاين تميليه لي فيرميون. اش كيقول لنا بهذا لو برينسيپ؟ كيقول لك ما يمكنش في ان اتوم، ما يمكنش دوز الكترون تكون عندهم لو ميم ايتا كونتيك، يعني ما يمكنش يكون عندهم ميم ايتا كونتيك. هي اللي كنترجموها بانه ما يمكنش يكون عندهم هذوك لي كات نمبر كونتيك ان و ال و ام و اس، هذوك ما يمكنش يكونوا عندهم كاملين بحال بحال. الى جينا افترضنا بان دوز الكترون تقدر تكون عندهم ميم ايتا كونتيك، بما ان دي زيلكترون راهم دي فيرميون، اذا غادي نستعملوا هاد لا فونكسيون دون. اذا نفس ليتا كونتيك غنوضعوا ا هي نفسها هي ب. في هذه الحاله غادي نلقاو بان هاد لا فونكسيون دون غتولي كتساوي الصفر. اذا وبالتالي هذا الشيء كيعني بانه ما يمكنش دو فيرميون، والاكزامبل هو الالكترون، ما يمكنش دو فيرميون في واحد لو سيستيم تكون عندهم لو ميم ايتا كونتيك. العكس بالنسبه لي بوزون اللي هما النوع الاولاني ديال لي بارتيكيل، هادو ماشي مشكل، واخا تكون عندهم نفس لي طا كونتيك ماشي مشكل، يعني يمكن يتواجدوا في واحد السيستيم بليزيور بوزون عندهم نفس لي طا كونتيك ماشي مشكل. اذا هذا هو لو برينسيپ ديكسكليزيون دو بولي في الكا جينيرال ديالو. لو تيورام دو سبين ستاتيك كتقول لنا هاد لو تيوريم دو سبين ستاتيك بان اي بارتيكيل عندها سبين اونتي، يعني واحد العدد حقيقي بحال صفر واحد جوج، فهادوك هما لي بوزون. وهاد لي بوزون كيخضعوا لا ستاتيستيك ديال بوز اينشتاين اللي غادي نشوفوا هاد لي ستاتيستيك في لي شابيتر الجايين. بالنسبه لي بارتيكيل اللي كيكون عندهم سبين دومي اونتي، يعني نص عدد حقيقي، كنسميهم لي فيرميون، وكيخضعوا لا ستاتيستيك ديال فيرمي ديراك اللي هي ايضا نوع من لي ستاتيستيك. كمثال على هاد لي فيرميون و لي بوزون غادي نستعملو لو موديل ستاندارد ديال لي بارتيكيل. اي بارتيكيل غادي تلقاها كتكون من هاد لي بارتيكيل اليمونتير اللي عندنا هنايا. الى خدينا مثلا اكزامبل، مثلا بروتون، الا خدينا بروتون راه كيتكون لينا من جوج ديال لي كوارك اب وواحد داون، ولا خدينا النوترون كيتكون ليا من جوج ديال لي كوارك داون وواحد اب.
هذه المجموعة الأولى ديال لي فيرميون، هادو كاملين دي فيرميون. أول حاجة علاش سميناهم دي فيرميون؟ لحقاش عندهم سبين دومي أونتي، ها هو أن دومي، هادو كاملين عندهم لو سبين أن دومي كاملين. إذا هادو هما كنسميهم دي فيرميون. لي فيرميون فيهم جوج ديال المجموعات، هادو لي كوارك، وعاد عاوتاني كاين لي ليبتون، من بينهم ليليكترون. الى دزنا عاوتاني لي بوزون، لي بوزون قلنا هما اي بارتيكيل عندها سبين اونتي يعني عدد حقيقي فراها بوزون. كذلك هنا كنلقاو بالنسبه للجليون عنده واحد، الفوتون عنده واحد، البوزون زاد عنده واحد، البوزون دبليو ب النوعين ديالو بجوج لي سموا بجوج عندهم سبين واحد. وكذلك بالنسبه للبوزون دو ايز اللي تكتشف مؤخرا في 2012 عنده واحد سبين كيساوي صفر يعني عدد حقيقي. اذا هادو كاملين دي بوزون. هادشي بالنسبه لي بارتيكيل اليمونتير اللي ما يمكنش لينا نقسمهم لاجزاء. كاينين عندنا دي بارتيكيل اللي كيكونوا كومبوزي وكيتكونوا ليا من هاد لي بارتيكيل اليمونتير، ويمكن لنا ايضا نصنفوهم البوزون ودي فيرمي. القاعده العامه اش كتقول لك؟ القاعده العامه كتقول لك اي بارتيكيل كومبوزي الا كانت كتكون ليا من ثلاثه ديال لي، ماشي من ثلاثه ديال لي فيرميون اون جينيرال، كتكون ليا من واحد العدد امبير فردي، يعني واحد العدد امبير ديال لي فيرميون. في هذه الحاله كنقول على هذيك البارتيكيل كومبوزي راها فيرميون. اكزامبل الا خدينا البروتون والنوترون، كيتكونوا ليا من ثلاثه ديال لي كوارك. البروتون كيتكون ليا من جوج كوارك اب واحد داون، نوترون جوج كوارك داون واحد اب. اذا لي بروتون والنوترون كيتكون من ثلاثة ديال لي فيرميون يعني عدد فردي. اذا راه دي بروتون والنوترون راهم دي فيرميون. القاعدة الثانية كتقول لك بانه الا كانت هاد البارتيكل كومبوزي كتكون من واحد العدد زوجي يعني بير ديال لي فيرميون، فهاد البارتيكل راه كتكون بوزون. اكزامبل البارتيكل الفا اللي هي النواة ديال ذرة الهيليوم، ذرة الهيليوم محايدين ليها دوك جوج ديال لي زيليكترون، والنواة ديال ذرة الهيليوم فيها جوج ديال لي بروتون وجوج ديال لي نوترون. إذا عندي ربعة ديال لي فيرميون، وبالتالي راه كتكون بوزون. مثال آخر أيضا بالنسبة لاتوم ديالوجين، فيها أن بروتون وأن إلكترون، عندي دونك جوج ديال لي فيرميون عدد زوجي، وبالتالي لاتوم ديالوجين راه عبارة عن بوزون.